هذا هو السحوري، هذه الأوميغا 3، هذا الزنك. وش مرات كنشربهم في الفطور. ديجا انا راه كنت كليت مع ديك الوحده، ودابا صافي كناكل مع قريبي والطلب في الشهر. دابا نتوما الناس هذه اللحظه مشيت كنقلب على الترنافيس مال 5 ديال الصباح. دابا خاصني نصايب هاد الطبله باش نجلس نقرا فيها، حيت هاد لا فيديو عندها علاقه بالقرايه. نقرا على قبلكم حيت نورمالمون ما عنديش شي حاجه اللي نقرا في هاد الوقت. ما فهمتش هادشي واش هو هذاك ولا لا. ماما ما كاينش شي طريقه اخرى للتركيب من غير هادشي اللي كندير، ولكن كنحس بيه مشوه. كيفيه تركيب طاولة إيكيا. طاولة صغيرة جدا، ماشي طاولة كبيرة، صغيرة. السلام بنات، كديري لاباس عليكم؟ في حالتك دابا واش انا بعقلي كنتفرج في توتوريال ديال تركيب الطابلة مع السمس بلاصة ما ندير فيديو ديال القراية. ميمكنش ناسين شي حاجة، والان ماما يدي ما كيقدروش يزيرو، قالو خاصني نزيد نزير. نديوش على هادشي. ها هي هذيك، غير ما صبرتش انا ذكيه، انا قويه. لا صراحه القوه كنشك فيها، حيت هادشي كيضر. اللي بغى يركب شي طابله يعيط عليا. كنحس براسي ترينيت، داكشي ديال البيسبس والتريسبس. ما عرفتش بالطونو فيس حقا. استغفر الله العظيم، ويل دان. نجيب هادشي هنا هكا، نجلس هكا. شوفوا نورمالمون الصراحه ما شريتهاش على قبل القرايه، هذه كانت كوموندات عليا اخت هاجر من ايكيا، كاينه اللي كبر منها، راه هاجر عندها كبر منها. شريتها الصراحه باش نحطها، غير نحط فيها التليفون وشي حاجه هكا، ولكن دابا جاتني بخاتيك محيط بلا الله اخرى، بغيت نبدل مابقاش جالسه هنا. المهم هنا كنت كنفهم في واحد لا فيديو، فاش كنكون كنفهم ما كنقراش بومودورو. بومودورو زعما هي 25 دقيقه قرايه ولا 50 دقيقه قرايه، وكتكون بوز يا يعني اما 5 دقائق يا اما 10 دقائق على حساب البومودورو اللي غتختاروا. انا هنا في الفهامه ولا في ليزيكسيرسيس اللي كيكونوا براتيك ما كنبغيش ندير بومودورو باش ما نتشتتش. دابا كنقاد الهوم وورك ديال لونغلي ديالي، كاين 2 اكزرسايسز. اخباركم؟ كنسى معنا ولفت نقرا وناكل شي حاجه، كنسى كنبغي نوض نشرب ولا ندير شي. خبركم توحش القهوه، صافي اليوم بالليل غنشربها، ومني دخلت رمضان ما شربتهاش تقطعت. شوفوا على سميتها داخله. دابا انا طار لي الناس، ما عرفتش كيفاش غنعس اصلا 8 الصباح، باقي شي نعاس. المهم اللي حيت دابا غتسالي العطله، دونك ما تشوفوا هاد لا فيديو بالنسبه الا بغيتو تقراو تكونوا قاريين الصباح وبغيتو تقراو من الفجر، ما غتهرجوش الناس بيان سور، حيت اصلا غتقراو واحد شويه وغتمشيو للمدرسه. انا كتجيني هادي احسن وقيته باش تقراو فيها، ما غتكونوش مرخيين بالماكله تقليل، حيت من الفطور كذب عليك الكذاب زعما قليل الناس اللي يقدروا يقراو من الفطور، حيت الماكله كتثقل بنادم. فاش بنادم كياكل كثر كيترخى، هذه من جهه. كاين اللي كيبغي يمشي التراويح مور الفطور دغيا الوقت قصير، قبل الفطور بنادم كيوجد الفطور وكيعاون، ولا في وسط النهار بنادم كيكون بحال بدا كيعيا من الصيام، كاين مكركز لا كان فيه الجوع، سورتو اللي كيقرا بالماكله مولا في قرب الماكله. دونك شنو بقاو؟ بقاو جوج اوقات، الوقيته اللي قبل من السحور يعني ديك الوقيته ديال 3:30 4:30، والوقيته اللي مور الفجر. انا نورمالمون كنت باغا نقرا قبل زعما من التسحر نجلس نقرا، دوز واحد الساعه يود الفجر نصليه نرجع نقرا شويه والناس. هذا هو البلان ديالي اللي كان، ولكن ما كفانيش الوقت مع ديك الطبله، بقيت مضاربه معاها. ولكن نتوما تختاروا الوقت المناسب في هاد الاوقات هادو كاملين. غادي نغسلها دو
اجي نغسلوا الماء عندك انا حقه ما عرفت مين ناخذ ليه كولين كنت خديته من شيئين دابا خاصني واش انا كل مره تبقى تخسر لي كولين انا نبقى نشري لا صراحه الكولين الاول ما خسراتوش كبيضه ما كتشوفني كنعامل هكا المشيش كتقول لي الله يسالتي حبه تبقاش تلبشيش هكا ونقص عليهم مش نقص عليهم لا كنقص زعما تبعهم مش كنحك معاهم اللعب معاهم داكشي صفطت داك اوريو البارح ما ساليتش باش نغسل هاد الماء عندي السحور والحوليه هادي ديال الطابله هيا نو درديش ندردش معكم شويه ونطلع نجلس مع ميمه شويه بغيت نقول لكم باللي معاش نعس دابا شوفوا حيت كنلقى هاد لي كيسون كيتعاودوا ليا بزاف انا حطيت لكم جدول تنظيم الابادات وهكاك لقيتكم كتقولوا لي حطيني انا بروغرام مهم انا قلت لكم كنحاول الماكسيموم نعس لا تعطلت مع 12 البارح تعطلت نعست مع الوحده وشي حاجه حيت مره كيوقعوا شي حوايج خارج الاراده ديالنا راك عارفين ولكن لاحظت باللي فاش كتخربق لي النعاس وكنبغي نتعصب معاه كنمرض داكشي علاش منين تخربق لي النعاس نتقبلها بروح رياضيه صافي ماشي مشكل هانيه ما نبقاش نعصب راسي ولا وعلاش انا ما كنعش بكري وعلاش انا ما كنفيقش مع هذا الوقت فلان فلاني كنحس براسي كنمرض وانا متاكده نتوما حيت كنلقى شحال من وحده كتجي كتصيفط لي ميساج كتحس بها معصبه وتا هي مستريسي وناري وعلاش انا تخربق لي الوقت ديال النعاس وكذا وخصني نفيق مع هذا الوقت صافي تيك ات ايزي وبنادم يحاول يعني ماشي ما يحاولش يدير شي حاجه بعدا المهم انا قلت لكم البارح نعس مع الوحده وشي حاجه وفقت في الوقيته اللي صورت لكم كنت صحر يعني ديك 54 دقيقه حيت اصلا داكشي دغيا كنوجدو ومن موراها كليت هكاك وصليت وعاد بديت كنقرا وصلت 9 نعس ماشي نعس نيشان الصراحه ما قدرتش نعس بقيت كنتركل ولكن حاولت ما امكن نعس بزاف باش نكمل السوايع اللي خاصني نعس نورمالمون ولكن انا من النوع اللي كنشوف بحالي حيت كاينين شي بنات بحالي كينعسوا يقدروا ينعسوا سوايع قليله ويشبعوا ولا تخربق لهم النعاس وفاقوا مور الفجر ما كيقدروش ينعسوا ديجا اصلا غادي تجي القرايه وغتقدروا تكونوا كتقراو الصباح دونك انا بالنسبه ليا السيستم اللي تقدروا تمشيو به تنعسوا بكري مع ديك المور التراويح شويه ال 11 تقريبا 11 مزيانه تنعسوا من 11 حتى الوقيته ديال السحور تسحروا تقراو تصليو الفجر تعاودوا تقراو شويه وتمشيو للمدرسه على حساب الوقيته اللي فقتوا فيها الا كنتو فقتوا قبل الفجر شويه راه غتستغلوا تقراو واحد شويه شي 25 دقيقه هكا ديجا القرايه في رمضان راه ما كتكونش ثقيله دونك الا قريتو غير ديك الساعه في الصباح راه شي حاجه اللي مخيره ديك الساعه ملي غتجيو اغلبيه كيكون عيان دونك تكاو شويه تكاو شي سويعه ولا شي حاجه باش تقدروا ترجعوا فيها الانرجي ديالكم قلت لكم من مور الفطور تقدروا تقراو ولكن حتى مور التراويح بلوتو تقدروا تقراو شي ساعه وتنعسوا ولا تقدروا تقراو وسط النهار على حسب كل واحد انا ممكنش ندخل في الاجساد نتاعكم واش انا غندخل الاجساد ديالكم في العقول ديالكم باش نعرفكم امتى كتكونوا بروداكتيف لا انا عطيتكم غير مثال الاوقات اللي تقدروا تقراو فيهم صراحه وجهي خاص وشي سكين كير انا ماشي مدمنه القهوه ولكن تهيته كنشربها راه كنشربها زعما ماشي بزاف المرات في النهار وشي مرات ماشي يوميا ولكن فاش الانسان تيبغي يكبح نفسه على شي حاجه عاد تيتشهاها ايوا بالنسبه للساغن راه كندير داك السيروم ديال الساغ اللي بارطاجيت معاكم كنديرو في الليل هاك وتنعس الى اللقاء بلا ما نطول الهضره بزاف انا خارجه دابا باش نتلاقى مع سهام باغا ريحه الكارون تبغى وخدا المهم جلست انا وسهام في ارت هاوس فيما كنبغي انا وسهام نتجمعوا كنجيو لحتى زعما نهضروا على شي حاجه ولا كيكونوا عندنا المواجع المهم بقينا كنهضروا وبغيت نصور لكم راسنا ساعه الفايب تما مظلم ما كيبانش درت لكم غير الفلاش من تليفون سهام المخرشش وبقيت كندير التايم لابس وصافي بقينا كنهضروا عاود ليش لا بلانات وديك الساعات مشينا كملنا الدوران قولي يوم السلام السلام عليكم
انا كنت عرفت تفكرت لك النافذ قلتي لماما مبروك رمضان قولي واش مبروك رمضان مبارك مهم داك النهار تقدر ما تجيش تسمع الصوت الناس يلا خارجين احنا راجعين احنا محكومين سهام قالت لي نقطع وصوريني مسوح كتقطع شوف ما صورتهاش ترى انا رجعت غتبدلوا لي السميه ديال منال وغديروا لي شي سميه اخرى حيت شريت واحد اللعيبه ديما كنشريها وليت ديما كنشريها ها نتوما جاوبوا على هذا الشيء في كومونتير قبل ما نقول باش نعرفوا واش كتعرفوا منال شنو هي الحاجه اللي كتشريها ديما وكتبقى تشريها ومشاو لها فلوسك كامل فيها بدتني البكيه تخيلوا معايا دابا راه ولاو حافظيني الناس القراب ليا صافي حافظيني مالا لاش تهبطل منين باش تشري شنو سيبورا مالين التليفات مالين التليفونات وليت كنحس ملي نمشي عندهم بقاوش ما حافظوني صافي حفظتهم كاملين سيبورات كاملين كاع لي مارك جربتهم صافي وصل السيل والزوبه هادي هاد لا مارك ما عمرني جربتها عمري جربتها شوفوا تسحب ليكم انا ما كنحافظش راسي هان قبل قلت لي نورمالمون انت كتحافظي يعني عارفاني كي دايره انا كنحافظ محافظه كائنه محافظه ما تقولوش ليا شري اوريجينال انا ما عنديش فلوس اوريجينال يتسحب لكم انا غنيه لا انا افقر انفلونسر كنقول لكم انا كنصور لكم باكس ار وعاد بغيتوني نشري سيبورا اوريجينال ميمكنش بزاف باش كيسالي الشهر بلا تحنت صورات صراحه كيكونوا تحنت صورات هانتوما انبوكسين كاع موالين التليفونات والسيبورات جربتهم كاملين صافي بقى لي كازا تا هي براسها كانت واحد النهار هي جابت لي شي فوره قلتها لكم المهم هذه غتبان لكم بلي ما مختلفاش على اللي كانت عندي قبل ولكن صراحه كتبان لي كاليتي ديالها زوينه خديتها 180 درهم حيت ديما البنات ديال اللي كيبغيو يبداو بخياصه كونتوني كيسولوني صراحه كاينين شي بنات كيصوروا بلا سوبور ولكن انا كنحتاج السوبور حيت انا كنصور من بزاف الاتجاهات ما كيعجبنيش نصور اتجاه واحد حيت ما كنبغيش لا فيديو تجي ممله دونك كنبقى نصور بزاف اتجاهات كنبقى نقلب بزاف اتجاهات فهمتوني دونك هادي حيت الضوء كيبقى يدير هكا ما ديواش على الماريو تما محلول في البلاكار حاجه اخرى قلت لكم ما كيعجبنيش نتعصب حيت فريمون فاسو سورتو في رمضان ما كنبغي حتى حاجه تعصبني مع الساعه ديال الصباح كنت بديت كنتعصب حيت طلع لي فراسي سوبور شحال هادي باش خسرت ليا وكنت غير كنعدي بيها وكنبقى نفيكسيها شي لعيبات هكا باش ما تطيح ولكن صافي بقيت نقدر نفيكسيها وخديت كتاب قلت لكم ناخذ جوج ديال الكتب كنت باغا ناخذ كتاب بالانجلي ولا الرسائل من القران خديت غير رسائل من القران حيت مالين الكتبه اللي في الجديده كيبيعوا كاع داكشي الغابر وكناخذ منهم كتسولوني عليهم عندهم كاع الكتبه فهم كتدخلوا كتب لكم بحال مكتبه ما كيحلوش في رمضان وهما جوج مقابلين تعرفوهم دونك خديت من هذوك اللي حطوا في الارض كيحطوا داكشي مستعمل و فهمتوا هذه طبعه مصريه وفيهم ورق صفرين ماشي بيضين ما عزيزش عليا الورق الصفرين ولكن قلت غناخذهم عندي ما ندير دخلتو ب 35 درهم عند صحاب الفراشات معروفين كيكونوا 30 35 سورتو دابا رمضان بغيت نقرا شي حاجه عندها علاقه بالكوتي الديني بالقران عارفين الهدف ديالي هذا الشهر كان هو بحال نزيد نتعمق في المعاني ديال القران مثلا دابا انا اصلا عندي قران في التفسير كتسولوني كتقولوا لي واش كتقولوا لي زعما منين هذاك القران عندك هذاك راه عندي ملي كنت صغيره و جو بونس شي واحد فاش كنمشي للحج جابو ما عقلتش امتى واش المهم والله ما عرفت المهم عندي جوج في الخضر واحد ما فيهش تفسير وواحد فيه التفسير هذاك اللي فيه التفسير فاش كنكون غنقرا شي حاجه الا بغيت نعرفها وما فهمتهاش كنمشي في جناب وكنقرا التفسير ديالو حيت تفسير القران ماشي هو التفسير ديال الكلمات باللغه العربيه شحال من مره القران كيكون عنده معاني مختلفه على اللغه العربيه فيه تقريبا 283 صفحه هي هذيك قلت لكم فجات مريم الجديده اخر مره انا وياها ما تلاقيناش في الطريق هي بحال نهار الخميس فاش مشيت للمحمديه هي كانت جات الجديده والنهار اللي انا غنرجع فيه الجديده هي غادا المكنس فهمتوا كيفاش دونك ما تلاقيناش ولكن كانت جات لي 9 نوفمبر ويمكن نقدر ندوز شي مره للدار حيت باقي في الدار هنا في جديده ناخذو من عند ماما هادشي اللي بان ليا احسن ما حدي عندي هاد لونفي ديال نقرا بلونغي خصني نستغلو ولكن هذوك اللي كيبيعوا الكتبه الغابري سادين وانا كنت مشيت كنقلب على فيريتي وكنقلب على هاد 9 نوفمبر ما لقيتش لقيت هذاك ات ستارت ويذ اس ات اند ويذ اس ولا اغلي لوف اغلي لوف انا راه قريت شويه ولكن صراحه هذوك فيهم شويه دسان في الشكل ما كيصلحوش رمضان انا بغيت شي حاجه تكون مسالمه ما فيهاش لقطه خيدي شبيه الحياء
اتوميك هابيت ما قريتوش عندي والله باقي محطوط. علاش؟ حيت فيه ورق صفرين حتى هو، الورق صفرين ما عنديش معاهم، ولكن هذا الكتاب ديال رسائل من القران ماشي معمق، يعني ماشي روايه، فهمتوا؟ غتلقاو ترمس ترمس عندي عادي نتقبل هذا الصفحي في السفر، ولكن فاش كيكون داكشي اللي فيه صفحي بزاف. هذا راه هذا مثلا اماري طرات هما صفرين، ولكن نشرح لكم نشرح لكم شوفوا الفرق. تقولوا حق راه حتى الكتابه ديال ارت ديكولات الروايات ارت ديكولات هي كانت عندنا في الصفر، شوفوا الفرق. دابا هاد الصفر هو هاد الصفر لا هذا صفر باسابل، هذا جون بوس. صافي بدا كيهرب ليا. انا حقا ما قلتش لكم شريت كادر الكريمه حيت هذا فاش عطاتو ليا تنم مع الحال قلت لي بديت تندم، ولكن هي وجهها ماشي بحال وجهي انا، دونك خصك هذا اكبر من هكا. وهذا راه بحالو واحد راه قلال، عرفتي داك خونا ما يمكنش قلب لينا المدينه كامله بشريط كامل، وها هو بحالو. ولكن في النوار غنوريكم كيفاش غادي يجيني انا، انا ما غاديش يجي معايا بزاف قالو صراحه. ويليك ما قد قد نشوف. لا ما تقولش يتلزيت 70 درهم، ما بغاش يلقى ليهم 70 درهم. ويلي كريمه الا ما دارتوش غيبقى فيا الحال. قالت لي اخويا زعما جوج تمشي عند المحمديه وتشوف. صراحه ولاو كيجيوني كادرات في النواق في شكل، عمري درت شي كادر في النواق فباركم. ايوا يا المشاهدين شكون بيع لي هذا الكادر؟ قد الاخر ديالي ناري كريمه الا تفرجات ما غتسمع غتاخذوش باينه، انا حاسه بها كنحس براسي تقولبت 70 درهم. قلت لي اجدك صنت لها ابل فيديو، قلت لي اجدك تصون عليا، قلت لها انا اللي اجداني نمشي نشوف في ليونيت. اصلا محال كاين شي كادر كبر من هذا في هذا الشكل هذا، وما كاينش عرفتي شحال قلب لينا محلات. دابا فوالا انا ركبت سيبوغا، اخباركم لبسه تقشيره وتقشيره هاد لبسها غوص فن لا موبيلات، هذاك الزوج الاخر محيدت من التقشيره. المهم كي جاتكم السيبور كيفاش كي جاتكم؟ هاد المره نوريكم عندي تقنيه جداد في السيبور الله يخليكم طورت. انا كنصور لكم طلع لي ستوكا، شفتوا المعاناه؟ المهم هادي كدير هكا، هادي اصلا كتكون كاع السيبورات الفوق عندي هادو ما كتزيرش كيف ما الاخرين كتزير بهادو. عاوتاني طلع لي تخيل ماني مسحت الانستغرام باش نقدر نصور لكم هاد اللقطه، قلت لكم من هنا كتزير هكا. هادشي هذا هو الجديد في هاد السيبوغ ديال هاد المرة. اوكي باي، يلا تهلاو فراتكم. هنا كان الفجر، ومن ديك الوقيته اللي كنت صورت لكم ما كنتش نعس، واصلا كان عاس راسي عامر افكار وكنفكر بزاف ديال القرارات والله اعلم ما عرفتش. المهم ما بغيتش نبزز راسي نقرا شي حاجه اخرى من غير رسائل من القران، غير باش نصور لكم داكشي علاش حبست لكم لا فيديو هنا.